أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء عن أوضاع الجاليات الإسلامية في أوروبا والغرب، مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله نيكولاس، عضو رابطة علماء المسلمين ورئيس مجلس شورى المجلس الشورى الإسلامي في سويسرا. أهلا وسهلا بك أهلا. عبد الله نيكولاس، ومرحبا بك في البداية. يعني أعلم أنك سويسري الأصل، دخلت في الإسلام دون أن يكون لك أي أصول عربية أو إسلامية منذ عام 1999. في البداية يعني نبذة عن كيفية دخولك الإسلام. الحمد لله، نحن يعني في أيام شبابنا كنا نتساءل عن معنى الحياة، وتعبنا من طريقة كيف ما كنا نعيش والطيشة في هذا الأمر. فكنت أنا أبدأ أبحث عن أديان، و يعني عندي أسئلة كثيرة، أين الردود، أين الجواب. فالحمد لله أنا اقتنعت في الإسلام لأن الجواب والأجوبة قوية وسليمة وسهلة جدا، العقيدة سهلة جدا ومقتنع فيه. ثانيا، أن هناك شرعية واضحة تطبق، وحي شريعة. شريعة نعم واضحة تطبق حتى الآن واليوم، ومقولة جدا يعني. ولهذا السبب أنا منذ ما دخلت إلى الإسلام كل يوم أقتنع أكثر بهذا الدين، كل يوم تقتنع أكثر أكثر بهذا الدين، بالإسلام، بالإسلام. بدين الإسلام. نعم بالضبط. وما رأيك في المسلمين؟ طبعا هناك، جزاك الله خير، جبت النقطة الآن. المسلمون أنا أرى أنه في هناك مشاكل عدة، وفعلا عدم تطبيق الدين الإسلامي المتكامل في الواقع هذا يؤدي إلى أثر سلبي لهذا الدين. وأنا أحزن فعلا أحيانا حزن شديد، ويعني أكون داخليا يكون عندي اضطرابات، لماذا المسلمون يعني لا يطبقون هذا الدين الواضح الذي يؤدهم إلى الحلول وإلى المخرج من هذا الذي هم فيه يعني. وهذا حزن أحيانا أشعره. يعني مثل ماذا؟ يعني ما هي المظاهر التي يعني لا يطبقها المسلمون وهي سهلة كما تقول؟ الشريعة سهلة جدا، تطبيق الدين سهل جدا، الأجوبة يعني موجودة بشكل يسير. ربما ما تقوله أنت لا نسمعه من كثير من المسلمين المولودين وهم في الإسلام. طيب، نحن ممكن نأتي بنقطة الآن مهمة، وهي تتماشى مع الواقع. وحدة الأمة مثلا، هذه وحدة الأمة مطلوبة منا كمسلمون، ده في القرآن والنص واضح جدا في ذلك، وعدم التفرق، ولا يجوز التفرق مهما كان نختلف في مسائل، ويكون هناك آراء تختلف بعضها بعض، لكن يكون هناك إطار عام نتوحد فيه، ويعني ندافع عن هويتنا وندافع عن هذا الدين. وهذا لا ليس موجود على الساحة، بل بالعكس، نحن كلما استطعنا أن نتفرق كأنه نحن فقط للتفرق يعني نهرول والنزاعات. للتفرق. أي نعم، بدل ما الغرب حتى هو مختلف، يعني آراء تختلف من اليونان إلى البرتغال إلى إسبانيا إلى بريطانيا، هناك آراء تختلف، وحتى مع أمريكا. لكن هناك شيء إطار يسمى الغرب، يعني مفهوم حتى هنا نسمى هذا الغرب، بالغرب. نعم، صحيح. يتوحد في بعض القيم وبعض الأمور، يوحده ويدافع عن هذا الشيء وينشره حتى في العالم كله يعني. وهذا للأسف نحن يعني الوحدة. طيب، ربما الوحدة يعني هذه تحتاج إلى إرادة سياسية إلى حد كبير، ولكن ماذا عن طباع المسلمين بشكل عام؟ يعني أعتقد أن هناك كثير من المفاهيم التي ربما لك أنت وجهة نظر فيها أو تدركها بشكل معين، وتختلف عن إدراك المسلمين له. طبعا عدم تطبيق الدين يعني أيضا في الغرب أن المسلمون يسببون مشاكل في المجتمع، أنهم مثلا هم أكثر نسبة من يسرق، يعني السرقة في الغرب هم يعني من المسلمون
من الجالية اللي أتت من الخارج إلى أوروبا، أو أيضا الأنف موجود، هذا لا شك أن صورة سلبية، وهذا كله يؤدي أن الإسلام، هذا صورة الإسلام تكون عند غير المسلمين بطريقة سلبية، وهذا يحزنني أيضا، لأن هناك نصوص واضحة جدا أن هذا العمل يعني غير شرعي، وحتى نقول يعني حرام على المسلمين، لا نطبق الدين. طيب، على كل حال، يعني كنا أردنا في بداية اللقاء أن قبل أن نتوغل في أحوال المسلمين التي هي بلا شك مليئة من المشاكل، نحاول أن ندخل في الأجواء الرمضانية بعض الشيء، وتحدثنا عن أجواء رمضان في الغرب، في سويسرا حيث بلدك، كيف هي هذه الأجواء، ونحن كذلك نقترب من عيد الفطر المبارك. نعم، الحمد لله، يعني رمضان دائما شهر مبارك، ونشعر في أجواء رمضان أينما كنت في العالم، لكن حقيقة هناك فرق ما بين الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية غير العربية، في هناك جو فعلا تشعر به، وفي هناك سكينة، كأنه ينزل عليك سكينة في هذه الدول، ويقام أيضا التراويح. نحن نقوم في سويسرا أو في الغرب نقوم بالتراويح بالليل، طبعا الصيام هناك طويلا، يعني أحيانا نصوم إلى 18 ساعة وأكثر في الصيف، فيعني يتأخر التراويح إلى نصف الليل وأكثر، ويقرب الفجر إلى يعني يقرب الفجر الساعة الثانية والنصف أو الثلاثة والنصف، فهناك يعني في بعض الصعوبات يتواجهون المسلمون في الغرب، وخاصة الشباب الذين يعملون في النهار عمل طويل من الساعة السابعة إلى الساعة السادسة بالليل، ولكن أظن أنه كل واحد يشعر في هذا، لأنه بالأخير يعني إذا أكمل العمل يرد إلى بيته، ونعمل إفطار، أحيانا تكون هناك إفطار في المساجد يقدم من قبل المساجد أو الجالية الإسلامية في إحدى المناطق، فتشعر بالجو الإسلامي. وفعلا أنا أظن أنه في المستقبل لابد أن يستخدم رمضان كباب للخير في بلد الأوروبية، حتى يشعرون المسلمون أكثر وأكثر بهذه الأجواء في رمضان. نعم، وهذا يقودنا إلى سؤال حول الهوية الإسلامية في الغرب، إلى أي مدى هذه الهوية واضحة وظاهرة ويمكن الحفاظ عليها؟ ستجيب، ولكن معنا بعض الاتصالات من الجمهور. معنا خالد العنزي من السعودية. خالد من السعودية، أهلا وسهلا. طيب، معنا أحمد عبد الرحمن من موريتانيا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. خفض صوت الهاتف لو سمحت، خفض صوت التلفزيون أحمد لو سمحت. طيب، الصوت غير واضح. طيب، نعود إلى السؤال عن الهوية الإسلامية في الغرب وكيف يمكن الحفاظ عليها، هل هي يعني واضحة وسهل الحفاظ عليها؟ بالعكس، أنا أعتقد الآن نحن عندنا مشكلة في الدرجة الأولى في الإسلام في الغرب. المقصد من هذا الكلام أنه كثير من الشرائح من الجيل الجديد المسلمين فقدوا الهوية الإسلامية. السبب أن لما أتوا إلى هذا البلاد الآباء اللي أتوا، تقصد المسلمين الذين هاجروا، لأن الغالب الأغلبية هاجروا إلى الدول الأوروبية، فهم يعني الجيل الثاني والثالث والرابع اندمجوا في المجتمع الأوروبي، لكن اندماج حتى يفقدوا الهوية الإسلامية، ونسوا أنه ممكن يعرف أنه مسلم لكن لا يعرف ما هو المطلوب منه وماذا يطبق أو كيف يطبق وهكذا. وأنا أظن هذه مشكلة كبيرة جدا، ولابد أن يكون هناك طرح لها حل لهذا المشكلة، لأن الآباء لما أتوا إلى سويسرا ربوا الأبناء ممكن على أشياء تقليدية وليس على فهم الإسلام كدين يعني واضح، فهم لما اندمجوا مع الاجتماع الغربي والمجتمع الغربي ومع التقليد الغربي نسوا التقليد الأول، وإن كان يسمى إسلام لكنهم ما يرغبون بهذا التقليد، لكن لو أتينا بهم بالدين الصافي دون التقاليد دون هذا ممكن يتماشى مع الثقافة السويسرية والثقافة الأوروبية بشكل عام، ولكن لا يفقد يعني الهوية الإسلامية. يعني تقصد أن الأسر المهاجرة
خوفا من وصمها أو من التمييز ضدها، تحاول أن تدمج الأبناء في المجتمع لدرجة تنسي هؤلاء الأبناء وهذا الجيل الجديد من الإسلاميين في الغرب، تنسيهم الهوية الإسلامية. هذا يحصل أحيانا، لكن ليس فقط من قبل الأسرة، بل إن المجتمع ويعني الكيان السياسي داخل هذا المجتمع تعمل على هذا المدى، وتحاول أن تخطب المسلمين بقضية الاندماج حتى ينسون حتى هويتهم الإسلامية. هويتهم الإسلامية. طيب معنا اتصال مع محمد أول حسين من الصادق. ألو. أهلا وسهلا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ لو سمحت خفض صوت التلفزيون، ويعني أطلب من كل المتصلين ذلك حتى يكون الصوت واضح ونستطيع أن نتحاور. تفضل. طيب يا شيخ. أتعرف مع الشيخ جزاه الله خير، يقدم يتكلم عن المسلمين. نعم تفضل. يعني قصدي أنا من الحبشة، يعني يتكلم عن المسلمين في الحبشة الآن، يعني لا يعرف ما يعني اللي يظلم في إثيوبيا، يعني خاصة للجزيرة يكون لنا يعني برنامج، يعني يكون لنا واسع المكان، يعني نتكلم عن المسلمين متعددين في كل مكان في إثيوبيا. نعم يعني تقصد تطلب تسليط الضوء على المسلمين في إثيوبيا. نعم لا شك. إن شاء الله نعدك بذلك بإذن الله. شكرا جزيلا لك محمد أول حسين. معنا وليد محمد من ساحل العاج من كوديفوار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف الحال يا أخو؟ أهلا وسهلا. كيف الحال أخو المسلم من أنا أخي؟ عندي سؤال من قدوة جزيلة قضيت. الصوت غير واضح وليد، لو تسمح أن تغلق التلفزيون وتطرح السؤال سريعا. السلام عليكم. تفضل سيد وليد. سيد الأخ، كيف حال المسلمين في إفريقيا؟ هم يعانون من كثير من التهميش، يعانون، يطلبون النجدة وهم يريدون المساعدات من كل أحد. أتوهم هو الإسلام يا أخي أحل، يا كنت تذهب إلى أوروبا أو بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا تجد صعوبات كثيرة، إذا رحت إلى إفريقيا بدون صعوبات. أدعو وادعو المسلمين هنا الجنود، أدعوهم بالإسلام وينفتح الإسلام لكم. نعم شكرا وليد محمد، بالتأكيد تصل رسالتك. وعد عزيز من ألمانيا. مساء الخير أخي العزيز، تحية إليك وإلى ضيفك الكريم. أحب بس عندي نقطة الله يخليك. أما بالنسبة للمسلمين اللي موجودين في ألمانيا، وأنتوا يعني موجودين في قناة الجزيرة كتبتوا بأنه يوجد في ألمانيا أكثر من 4 ملايين مسلم. المشكلة بأنه ليست الدولة التي هي تقوم بالتطرف أو العنصرية، ولكن هناك بعض الناس، وهذا موجود في كل دولنا العربية، يعني حتى عندنا التطرف موجود أو العنصرية في كل دول العالم وليس فقط ألمانيا، ولكن ليس من هذا النوع الكثير الذي نتحدث عنه دائما. وهذا الدور لازم أن يكون مستقيم مع دور الإعلام. الإعلام هو المشكلة في ألمانيا وليست الدولة الألمانية. نعم يعني تتحدث أن ربما أنت استبقت الحوار مع سيد عبد الله نيكولاس عن يعني ما يعانيه المسلمين من اضطهاد وعنصرية، تقول أن الدولة وقوانين الدولة ليست هي التي تطبق ذلك ولكن بعض المتطرفين هناك. نعم هذا نعم. هذا كلامي. أرجو أن يعني أنا موجود في ألمانيا وصار 12 سنة وأنا نعم. مسيحي، يعني لما أنا مسيحي من العراق، لما يكون مثلا عندنا أصدقائنا المسلمين او مثلا احنا كمسيحيين، ما نلقى في دوائر الدوله الالمانيه العنصريه والتفرقه. مثلا مرات نلقى، لانه احنا اصلنا عرب، حتى وان كنت انا مسيحي والله العظيم اصلا ما يفرقون بين المسلم والمسيحي ابدا. واللي يقول لك هذا الكلام بقول له مستحيل، يعني في دوائر الدوله المسيحي حاله حال المسلم، هنا ماكو يقول لك. طيب ابقى معنا سيد وليد. بالفعل يعني تتفق معه في هذه النقطه، القوانين يعني
هو صح، لكن هو صح، الدولة الدولة فعلا تحاول أن تحفظ على حيادها من أي عنصر ديني أو مثل هذا، حتى لا يحصل هناك ظلم ذات دين، أي دين كان إسلامي أو غير إسلامي. هل وعد عزيز يقول هذا الكلام لأنه مسيحي؟ لكن يعني لو كان لا 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 كان لا ليس هذا بذلك؟ ليس أنا حتى دون يكون مسيحي دون عالم، هو الكلام صحيح، لكن هناك نقطة لابد أن نعلمها، أنه من يوضع هذا القانون، من يطرح هذه القوانين والنصوص القانونية، هو يعني هذه الحركات والحركات السياسية، وفي هناك انتخابات، وفي هناك طرح للنصوص الدستورية، وهذا الذي حصل في سويسرا في الأخير. الدولة حاولت أن تحافظ على حيادها، لكن بالأخير الشعب صوت لحظر المآذن، وهذا الآن نص في الدستور السويسري. طيب وعد عزيز، ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني إحصاءات تقول أن نحو 20% من أعضاء البرلمانات الأوروبية الآن من هذه الأحزاب والعناصر المتطرفة، سواء يمينية أو يسيرية، التي يعني تمارس العنصرية أو تتبنى العنصرية ضد الأقليات وخاصة الأقلية المسلمة. صدقني أقسم بالله العظيم، وهذا الله شاهد علي، اصلا ليس مع الاسلام، لا نحتاج لقسم، نحن في حوار ونقاش. نعم نعم صحيح، ولكن مع العرب خاصه وليس فقط المسلمين، مع العرب خاصه ايا كانت ديانته، وهذا يتم لانه هناك اعلام، وصدقني هذا الاعلام مدفوع من قبل اسرائيل، لانه حتى اسرائيل ما تقبل بانه احنا ننقل ثقافتنا العربيه الى الدول الاوروبيه. نعم. فهذا يكون خط احمر ليس فقط للمسلمين، بانما للعرب، لا يريدون أن نقل الثقافة العربية إلى 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 إلى, إلى, إلى أوروبا والدول الأوروبية. هذا خطهم. شكرا وعد عزيز، وضحت الفكرة، يعني أعادنا إلى فكرة الهوية الإسلامية وتأثير يعني الإسلاميين أو المسلمين بشكل عام في الغرب، وهم ليسوا بقلة الآن، يمثلون يعني نسب كبيرة من المجتمعات الغربية. هل الأقلية المسلمة لها تأثير واضح في الغرب؟ نجد الجاليات اليهودية يعني تحقق كثير من المصالح لإسرائيل، جاليات تحقق كثير من المصالح لدول أمريكا اللاتينية، غيرها في أمريكا وغيرها. ماذا يحدث في هذا المسلمة؟ هذا المشكلة في يعني عند الجالية المسلمة أو عند المسلمون في أوروبا في الغرب، عندهم مشكلة، وهذا المشكلة أنه عدم تنظيمهم، عدم تكوين كيانات قوية وكبيرة تتصل بعضها ببعض حتى يعني تمثل فكرة عامة مفهومة واضحة أمام المجتمع، أمام رأي العام في الوسائل الإعلامية، وأيضا مع التواصل مع الحكومات في دول أوروبا. هذا لا يوجد، فهناك مشكلة كبيرة. اليهود وصلوا إلى هذه الدرجة ليس لأن أوروبا تحب اليهود وتكره فقط المسلمون، لا، أنا ممكن هذه المصطلحات نتركها على جنب، لكن نقول أن اليهود وصلوا إلى هذا لأنه طلبوا بحقوقهم وعبر اشتغلوا على ذلك وتعبوا على هذا عبر كيانات، نظموا أنفسهم واشتغلوا ودخلوا بجوانب اقتصادية وجوانب سياسية، وكونوا ضغط سياسي، ودخلوا باللوبي قوي داخل الحكومة إما مباشرة أو غير مباشر، وحصلوا على حقوقهم. ونحن نعمل عكس ونشتكي بعد ذلك، نشتكي لماذا المسلم يظلم. وهناك لازم نطرح شيء، المسلم ممكن في أوروبا يحصل على حقوقه، على حقه، وعلى على حتى يعني يكون له مكانته، لكن يطلب باحترام. طيب يطلب قبل الاحترام. أن نتطرق إلى مسألة المطالبة بالحقوق والكيانات التي يجب أن تتولد من أجل خدمة المسلمين في الغرب، وكذلك ارتباط يعني مسلم الغرب بمسلم الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، قبل ذلك ما هي الحقوق التي يبحث عنها المسلمون في المجتمع الغربي، وما الذي ينقصهم هناك؟ أنا بقول يعني المسلمون يحصل لهم تمييز الآن، يعني خاصة في السنوات الأخيرة بعد الأحداث،
انتشرت هذه الفكرة السلبية الإسلاموفوبيا بعد أحداث 11 الإسلاموفوبيا نسميها بالإسلاموفوبيا، وهذا المصطلح أعتقد أنه هو المصطلح اللي يستخدم الآن وهو أحسن واحد. فالإسلاموفوبيا انتشرت الآن في الغرب ووصلت إلى قتل ناس، يعني نحن نذكر مروى شربيني ونذكر أيضا بريفيك في أوسلو أيضا اللي قتل، وهو في يعلن كراهية الإسلام. شيماء العوادي العراقية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، كذلك بعض القضايا المتعلقة بعزل الأسرة عن الأولاد، رحاب عامر في برضو. فهذا الإسلاموفوبيا أصبحت مبرر أو أصبح مبررا حتى عبر القوانين الموجودة نظلم المسلمين أو نعمل شيء ضد المسلمين أو نمنعهم من حقوق عامة أو شيء مثل هذا من هذا القبيل. وأنا أقول إنه بالأخير الحاكم أو القاضي أو الذي يطبق القانون هو بالأخير إنسان، وهذا الإنسان يحمل فكر، وإذا أراد أن يطبق هذا الفكر عبر القانون فسوف يفعل، ونحن لا نستطيع أن نقول لا. ولهذا السبب يعني يجب علينا أن يكون هناك كيان للمسلمين يفهم هذا. يعني تقصد أن القوانين هي تطبق بالفعل وبشكل عادل، ولكن لا يطبق سوى يعني للمسلمين بالعدل. مثلا إذا كان هناك واحد يريد يعني بسويسرا طلب الجنسية، فهم سيرفضون الجنسية بسبب ماذا؟ بسبب أن المرأة ممكن تكون متحجبة أو أن الأسرة ممكن متدينة. فمثل هذا حصل وليس مرة أو مرتين، بعد عدة مرات، لكن هم يطرحون أي مبرر آخر، يعني ما يقولون فقط أنها الآن أصبحت هناك جماعات يعني تطالب بعدم منح الجنسية أو توطين المسلمين في أوروبا. أي نعم، ولها صوت بارز الآن. نعم صحيح، ولهذا السبب أقول هناك تمييز حقيقي على مستوى الدستور، خاصة في سويسرا، على مستوى الدستور، على مستوى التعليمي في المدارس. الدستور كيف؟ يعني معروف أن الدساتير الأوروبية دائما ونحن في ثورات الربيع العربي نضرب أمثلة بالدساتير يعني الأوروبية. هناك تناقض في الدستور السويسري، الدستور ينادي إلى أن كل مواطن سواء يعني أمام سواسية المواطنين سواسية، نعم، لكن بنفس الوقت يميز المسلمين في المادة 73.2 أن يقول لا يحق للمسلمين أن يطالبون ببناء مآذن. يقول أنه لا يجوز أو يمنع للمسلمين بمطالبة بناء المآذن. وهذا في الدستور، هذا ما تم التصويت عليه مؤخرا. نعم، وهذا الآن مكتوب في الدستور. فأقول هناك تمييز على مستوى الدستوري، على مستوى التعليمي، أنه أحيانا حصل مشاكل إذا دخلت البنت بالحجاب إلى المدرسة، والمفروض نحن يعني دولة متقدمة حضارية لا تسبب هذه المشاكل. قضية الختان اليوم والآن وأنا أتحدث معكم عندنا مشكلة قضية الختان. ألمانيا أقروا الختان بالضبط، والآن نفس الشيء في سويسرا للإناث. والختان ما هو يعني إيش فيه في الختان؟ يعني واحد يتصور أن هذا الحضارة الدولة الحضرية والمتقدمة بين قوسين تقول الآن نحن لا نريد ونمنع المسلمون من الختان. فأنا أظن أنه فعلا هناك إسلاموفوبيا ولا شك أنها واضح. نعم. طيب معنا سعيد عبد الله من هولندا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمح لي أخي، أنا كنت تبع البرنامج ديالكم، كتبان لي أنا المشاكل الآن كثير في أوروبا مع المسلمين. نعم، نتحدث عن مشاكل المسلمين في الغرب. نعم، أنا كتبت لي الوقف ديال المسلمين جاوا بأن الرجوع إلى الوطن لأن مشاكل كثير. يعني رجوع إلى الوطن، رجوع إلى الوطن معنى رجوع إلى البلاد بلاد المسلمين. نعم، بأن نفس العالم العربي خصو يتبدل، فن يكون فيه الشغل فيه كثير. مفهوم يعني. يعني أنا لا أفهم لو تترجم. يعني هو يقصد، أنا أظن أنه يقصد معنى أن يعني وجود المشاكل الكثيرة يعني ممكن يكون هناك هجرة إلى معنى هجرة إلى بلاد المسلمين. يعني أنت تطالب المسلمين بالعودة إلى ديارهم من أوروبا؟ نعم، لأن الأوروبيين ما يتبدلوش، إن المشاكل يزيدوا يكبروا.
طيب طب يعني فهمني هذه النقطة بقى. يعني هو أنا يعني هذا مفهوم أنه يريد أن يطلب المسلمين أن يعودون إلى بلاد الـ يعني من يعاني المشكلة يعود ولا يطالب بحلها يعني. أي نعم. طيب وجهة نظر، شكرا لك سعيد عبد الله من هولندا، وأعتذر إن كنت يعني لم أفهم اللهجة. شكرا. من أين أنت سعيد؟ أصولك من أين؟ نعم. طيب شكرا، فقدنا الاتصال بسعيد. أنا يعني حقيقة أعتقد أن هذا الطرح ليس سليم حقيقة. يعني نحن الآن مسلمون أوروبا أصليين، فنحن نرجع صحيح. إلى أين؟ نرجع يعني إلى ماذا أين؟ عن المسلمين؟ ديارنا هي سويسرا، ديارنا فرنسا وألمانيا. فنحن أنا أرى أنه أصلا هناك أبواب نستطيع أن ندخل بها ونستخدم القوانين، فلماذا نحن لا نفعل مثل ما فعلت الجالية اليهودية ويكون هناك التعاون من الخارج؟ وهذه نقطة مهمة سنعود إليها ممكن. صحيح. طيب ما نتصل آخر من أحمد من أستراليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أحييك أخي وأحيي الأخ عبد الله، بارك الله في يعني كلامه في مكانه، بس عندي مداخلة بسيطة أنه أرجو أن أوصل المعلومة. تفضل. يبدو لي سبحان الله، يبدو أنه تهجيرنا من بلادنا هو ينشر الإسلام في أوروبا، وهذا طبعا شيء جيد. وأسأل الأخ عبد الله إذا إن شاء الله يكونون يعني بعيدين عن الاختراقات، سبحان الله تحاوط المسلمين من كل مكان، في المساجد، في الكتب، في المكتبات، يعني كيف هم محسنين نفسهم من الاختراقات الموجودة من كتب المذاهب، ما عاوز أذكر اسم يعني اختراقات سؤال. يعني السؤال غير واضح لو سمحت أحمد، تتحدث عن أيوة لا عشان حبيت بس ما أكون طائفي، وإلا في يعني عندنا هنا في أستراليا في اختراقات من الشيعة وكذا، يعني في كتب مدسوسة زي ما تقول. نعم جيد، سنسأل في هذا السؤال عن الطوائف بشكل عام الإسلامية وتعاملهم مع بعض، مع العلم أن كل الديانات فيها طوائف مختلفة ومذاهب مختلفة، وربما كما قال الأستاذ عبد الله أن يعني هذا لا يجعل نقطة خلاف في الوحدة بينهم. نعم شكرا جزيلا أحمد صالح من أستراليا. نجاة من إيطاليا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يعني يا سيادتك أنا بحيي سيادتك على البرنامج ده، وإن إحنا يعني كنا مفتقدين فعلا أي قناة تتحدث باسمنا، لأن يعني فعلا إحنا تواجدنا في أوروبا وعلى الرغم من الثقل وتواجدنا بهذه الكثرة، لأننا نعتبر ثاني جالية في أوروبا يا فندم. نعم. ومع هذا ليس لنا تواجد، وأنا أتفق في كل ما قاله بيتك الكريم إن إحنا ما زلنا كائنات صغيرة ومتشرذمين، وما زلنا نعيش مقوقعين. واخد بال حضرتك؟ نعم. ومع هذا واخد بال سيادتك، أنا يعني هطرح سؤال، كثير منا يحمل جنسية البلد التي يعيش فيها، ومع هذا لا يمارس حقه الانتخابي فيها، على الرغم أن القانون لا يمارس بإرادته. بإرادته طبعا لأنه لا يجهل حقوقه، لا يجهل حقوقه في البلد التي يعيش فيها. لماذا برأيك أستاذة نجاة؟ لماذا؟ فعلا أنا بتحدث فعلا عن من يحملون الجنسية البلد التي يعيشون. جيد، يعني هذه النقطة فعلا يعني ناقشناها سابقا عن مسألة عدم اندماج المجتمع الإسلامي في المجتمع الغربي وممارسة حقوق المشروع. أنت برأيك لماذا؟ لماذا يعني؟ لا لأن هم واخدين شكل متقوقعين على نفسهم ومنغلقين. يمكن أتوا من مجتمعات صعبة عانوا فيها حياة صعبة، وبالتالي يقولون يعني نحافظ على لقمة العيش كما يقولوا والحياة الكريمة التي نعيشها ولا نندرج في السياسة. لا سيادتك لا 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 لا، يعني هل هذا مثلا أن هم يعني ثقافتهم اللي مثلا تلقوها في بلدهم الأصلية يعني تمنعهم أن هم يندمجوا في هذا الأجزاء؟ هذا بيتكلم فعلا عن واحد مثلا اليهود، مثلا اليهود لهم توابط سياسي واخد برشاك كما لهم تواجد اقتصادي، وبالتالي استطاعوا انهم ينزعوا حقوقهم، يعني لان الحقوق متنزع
لابد ان تنظر. ولهم ايضا كيانات ربما تجمعهم وتطالب بحقوقهم وتحقق مصالحهم. شكرا جزيلا لك سيده نجاة ابو كورة من ايطاليا، نشكرك على التواصل معنا. نعطي المجال لعامري ابو زيد من الجزائر. عمرو ابو زيد من الجزائر، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عندي تدخل بسيط. الاخ ذكر بان يعني صعوبه الاندماج المسلمين في اوروبا، يعني من ناحيه يوجد شيء يجب ان اقوله، هو يعني هو لم يقل صعوبه الاندماج، ده هو قال يعني ان الاندماج ربما يهدد الهويه، الاندماج المفرط يهدد الهويه الاسلاميه. نعم، ولكن هناك شيء اخر، يعني اولا صعوبه الاندماج لان نحن يعني اخذنا الاسلام يعني عن طريق التقاليد، وهذا يعني مهم جدا. اما يعني ما تمثلت بالاسلام كما هو يجب ان يكون يعني. طيب شكرا جزيلا لك عمرو ابو زيد من الجزائر. نعتذر الصوت ربما غير واضح بشكل كبير. اعود اليك سيد عبد الله نيكولاس. نتحدث الان كما قالت نجاة ابو كورة عن مساله طباع المسلمين في اوروبا بشكل عام، عدم ممارسه ابسط صح الحقوق وهي صح الانتخاب. يعني انت قلت من الذي يطبق القانون، من الذي يشرع القانون؟ هذا هو النائب الذي ياتي بالانتخاب. صحيح. كل الجاليات في اوروبا في انتخابات فرنسا مثلا كانت هناك يعني كثير من الوعود وكثير من العطايا والمنح لاسرائيل وللجاليات اليهوديه في مقابل تهديدات وتحذيرات للجاليه الاسلاميه، دليل انها ليس لها اي دور او اثر. نعم، هذه حقيقه مشكله في فهم وجود المسلمون في الغرب. انا اعتقد ان هناك نقص في هذا الفهم، وأن هناك عقلية الضيف. أنا أتيت من الخارج لأكسب بعض الأموال ثم سأعود، فلا أهتم فيما يحصل في أوروبا للمسلمين ومثل هذا الأشياء. ولكن هذا يعني للأسف الشديد فهم خاطئ تماما. نحن لنا مسؤولية في هذا البلد، ولنا مسؤولية في الدول الأوروبية، ولا بد أن نهتم في هذه المسؤولية. كما قال لا ننسى يعني انهم يعني محرومون من ممارسة هذا الحق، لم يتعودوا عليه. يعني دائما نلومهم، ولكن يعني هذه ممارسة وحضارة ربما تكتسب بالسنين. اي ممكن، نعم، في الجيل الثاني والثالث. ولهذا السبب قلت يعني نحن الان المطلوب ان نؤسس كيانات قوية في الغرب. هذا ما اود ان اتي اليه. مسألة يعني أنت عضو رابطة العلماء المسلمين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا. حدثنا عن هذه الرابطة وعن المجلس وعن الكيانات الإسلامية بشكل عام في أوروبا. يعني الحديث عن النزاعات والخلافات بينها أكثر من الاتفاق أيضا. المشكلة نعم، نحن الكيانات الآن بدأت أن تنتشر، هذا شيء جيد، هذا شيء إيجابي. وأعتقد أن فكرة الكيان وفكرة التواصل وفكرة التنسيق الآن بدأت أن تنتشر عند النخبة والمفكرين، والآن يحاولون أن يطبقونها، لكن نحن في البداية. وهذا الكيانات المطلوب منها أن تنشر الفهم السليم لهذا المناطق الأوروبية، وتكون هناك يعني رسالة إلى المسلمين أنهم هم أصحاب الشأن وهم عندهم مسؤولية، وإذا قاموا بهذا المسؤولية ممكن أن يحصلوا على أشياء كثيرة في أوروبا. جيد، ماذا تفعلون في مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا في هذا الإطار، التوعية ومطالبة بالحقوق والدفاع عن المصالح؟ نعم، نحن في مجلس الشورى الأوروبي، مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، عفوا، نحن نقوم بمدافعة المسلمين ومدافعة حقوق المسلمين، وندفع أيضا يعني هناك مشاركات. إذا دخل أي مسلم في مشكلة ندفع، نحاول نجمع الأموال حتى ندفع القضية، ويعني ندخلها إلى وسائل الإعلام ونناقشها بشكل حتى إيجابي وليس سلبي. يعني سابقا كانوا يهجمون علينا، وهذا أيضا مشكلة. هناك خطاب ضد الإسلام، هناك خطاب غربي يعني موجه إلى العالم، وبدلا أن نحن نوجه لهم خطاب بديلي، لا، نحن نركب معهم في نفس الخطاب ونرد عليه فقط. وهذا للأسف الشديد لا يؤدي إلى الصلح أو لا يؤدي إلى حلول المشاكل.
ولهذا السبب نحاول في مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا أن نكون يعني خطاب موجه بديلي لهذا الخطاب الذي هم يقومون به. يعني أهم نقاط هذا الخطاب، أهمها يعني أن يكون هناك هوية إسلامية وهذا إيجابي، وأن يكون هناك المسلم يهتم في دينه مثلا ولا يستحي. لماذا يستحي؟ يكون فخور عن هذا الدين يستحي أم يتخوف؟ يستحي أو يتخوف، في هناك المرتبتين. يعني أحيانا يستحي لأن هناك الضغط الاجتماعي موجود، فيقول إذا قلت أنا مسلم أو أنا أمارس ديني بالأخير سيقولون أنت مجنون متأخر وإلى ما ذلك، أو هو يخسر أصحابه أو شيء مثل ذلك. وأحيانا تخوف من يعني خسارة المنصب أو مكانته في المجتمع أو مثل هذا، هناك هذا. ونحن نريد أن نخرج من هذا، لأنه إذا حصلنا على جنسية وأصبحنا من أبناء البلد ومواطنين فكيف نخاف؟ يعني المفروض يعني نستطيع أن نقول أنكم تقومون بدور في توعية المواطنين في سويسرا، وربما يتشابه ذلك مع دور المجالس الأخرى في أوروبا، بأن لهم حقوق. أنت مواطن، لا تستحي من أنك مسلم، لا تتخوف من أنك مسلم، القانون يكفل لك حرية العبادة، ولكن وأبرز أيضا هويتك الإسلامية، لأن هذا يعني الغير المسلم لما يبرز أي شيء، لما يبرز أي شيء هو يعني يفتخر أنه يبرز هذا الشيء، وهذا يجعله محترما من المجتمع. وهناك آراء كثيرة تختلف في الشعب، ولهذا السبب نقول أبرز هذه الهوية، وإن كان هناك صعوبات نحن في البداية ونريد أن نكون ونؤصل هذا الأمور، ولكن إلى بالأخير إذا عملنا بهذا العمل سنصل إلى. سأسألك هدف. عن العلاقة بين رابطة العالم الإسلامي وغيرها من الكيانات الإسلامية في أوروبا بشكل عام، وعلاقة هذه الكيانات بالعالم العربي والإسلامي. يعني واضح جدا علاقة الكيانات اليهودية والكيانات غير اليهودية، يعني ليست فقط اليهود، بإسرائيل أو بالدول التي تنتمي إليها أو حتى بخدمة الدين الذي في مصر أو في أي دولة عربية، عندما تتعرض أقلية مسيحية أو غيرها من نسيج المجتمع لمشكلة تجد تحذيرات من الاتحاد الأوروبي، من الكونغرس الأمريكي وغيرها. هل يحدث ذلك في من العالم العربي والإسلامي أم أننا مغيبين؟ ستجيب، ولكن معنا مجموعة كبيرة من الاتصالات في هذا اللقاء. معنا يمينة محمد من فرنسا. يمينة محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أشارك معكم. تفضلي أنت على الهواء الآن. أول شيء رمضان مبارك عليكم وعلى جميع المسلمين. علينا وياكم. وعليك، تفضلي. أنا حاليا لا ليست لدي مشاكل في الاندماج أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن هنا لدينا مشاكل أبنائنا. أنا إكزامبل لا يوجد مدارس لأبنائنا، لا يتعلمون اللغة العربية، لا شيء لدينا هنا. ليس لدينا كيان. ليس لديكم كيان. مع أن فرنسا فيها أعتقد كيانات إسلامية يعني. ليس لدينا مدارس لأبنائنا، لدينا أي شيء. يعني معاني من أبنائنا لا يعرفون اللغة العربية. وهذا ما يتحدث فيه سيد عبد الله نيكولاس عن فقدان الهوية ربما من هذا غياب المدارس. طيب شكرا جزيلا يمينة محمد، سنناقش ذلك. ولكن محمد أمين من بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الحقيقة أحب أحيي الأخ عبد الله نيكولاس، وأنا سعيد جدا أن واحد من أهل البلد بيمثل المسلمين نفسهم. كنت عايز أرد على الأخت اللي اتكلمت من إيطاليا عن حالة عدم الاندماج في المجتمعات اللي بنعيش فيها. احنا الرسالة اللي جات لنا من الإسلام هي الاحتشام في المظهر للرجل والمرأة. لا يوجد زي إسلامي، مش شرط أبدا ان الست عشان تبقى مسلمة لازم تلبس حجاب او لازم تلبس نقاب، وأنا أرى أن هذا ما يميز المرأة والرجل في الدول الغربية.
يعني أعتقد أنها تطرقت سيدة نجاة إلى مسألة الاندماج، بمعنى الاندماج في المطالبة أو استخدام الحق وممارسة الحق على الأقل في الانتخاب وتشكيل يعني الهيئة السياسية التي تحكم البلاد. ولكن قبل أن أندمج وقبل أن يقبلني المجتمع، يجب أن المظهر بتاعي ما يبقاش مختلف تماما عن المظهر أو المجتمع اللي أنا عايش فيه. لازم يعني المرأة اليهودية في الغرب محتشمة، بتلبس طويل وبتغطي شعرها بحاجة بسيطة، ولكن الأخلاقيات محتشمة، وعلى طول بتعرفهم من مظهرهم ان هم، لكن ما هواش مميز، ما هواش في بعض الأحيان بيبقى مخيف منظر المرأة المنقبة في أي قرية أو بلد أوروبية، منظر إلى حد ما مخيف. إنما أنا موافق إن احنا لازم نجتهد وندخل الحياة السياسية ونجتهد ويبقى لنا أصدقاء إنجليز. نعم. وفرنسيين. ولكن ألا تعتقد أن مسألة يعني ما يتحدث به السيد عبدالله منذ قليل عن تبني خطاب الغرب عن المسلمين بدلا من تصدير خطاب آخر، لماذا تتبنى مسألة المظهر ولا تتبنى مسألة الاندماج بممارسة الحقوق مثلا؟ لماذا نعطي الأولوية لما يصدره الغرب أن المظهر يسبب مشكلة، ما يؤذي في أن تكون المرأة منقبة لها هي تريد ذلك؟ يعني أعتقد هناك الهندوس أو السيخ يرتدون بعض يعني الألبسة المختلفة جدا. كان الجيل الأول من الهنود بيلبسوا الساري، لكن الجيل الثاني والثالث كله بيلبس ملابس أوروبية وما بيبانش عليهم. يعني في مسلمين كتير هنا بيلبسوا اللبس العادي وما زالوا مسلمين. There is no، يعني لا يوجد زي إسلامي. أهم حاجة هو الاحتشام، والاحتشام في المظهر وفي الخلق. طيب أنت تنتخب سيد محمد؟ طبعا. جيد، يعني تمارس هذه الحقوق، بتعيش في بريطانيا منذ كام سنة؟ أنا أمارس هذه الحقوق ولي وظائف في المجتمع اللي أنا عايش فيه، والكثير من المسلمين في البلد اللي أنا فيها أعضاء في الكونسل، في مجلس إدارة المدينة. طيب تضع في بالك يعني خدمة المسلمين أو الجاليات المسلمة تعمل على ذلك؟ أفندم؟ يعني تضع في بالك خدمة المسلمين والجاليات المسلمة؟ طبعا بالطبع بالطبع، هذا لا. هو غرضنا، والغرض الأساسي ان احنا، انا اشكر لا. جدا الاخ عبدالله نيكولاس لانه قال كلمة ان احنا لازم نتخلص من شخصية الضيف. You are not، يعني انت مش ضيف، صحيح، انت مواطن. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك محمد امين. نعتذر ان نعطي المجال لمتصلين اخرين. معنا خلف الحربي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. خلف الرحبي. اي نعم، تحية لك اخي العزيز ولفضيلة الشيخ عبد الله الذي يوجد بجانبك، تحية لهم ولجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. نحن اولا ينبغي ان نتوحد في العقيدة الصحيحة التي تدلنا على الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. نحن لم نأخذ هذا الشيء، كثير منا لم يأخذ كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل وكما قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. نحن لم نأخذه بقوة يا أخي. نحن نرى الناس في رمضان في المساجد تزيد قليلا يعني عن الأيام الأخر، وعندما ينتهي رمضان تجد أن المساجد فارغة، وخصوصا يكون ذلك في صلاة الفجر. هي العبادة لله سبحانه وتعالى أم لرمضان؟ الشيء الآخر كما قال فضيلة الشيخ، ينبغي أن يكون لك شخصية أينما ذهبت، فأنت تحمل أفضل عقيدة على وجه الأرض، وأنت داعية لله سبحانه وتعالى في أرض الله، داعية تدعي هؤلاء الناس وهؤلاء البشر. لا أدري يعني أنت كيف تستحي من عقيدتك، ولكنه قال أيضا يعني أننا نهتم يعني أن هناك عبادات ولكن لا نطبق ذلك في المعاملات. سيد خلف، نعم، يعني قال أننا حتى نهتم بالعبادات ولا نطبق الشريعة والإسلام في المعاملات. المعاملات يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني أنت تدعو الناس بالحسنى، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الشيء الآخر والأهم والمهم يا أخي،
يعني أنت كما قلنا أنك تحمل العقيدة الصحيحة وأنت يعني من أفضل العقائد على وجه الأرض، فنجد أن الجاليات المسلمة أو العربية بالخصوص التي تذهب من أوطانها إلى هذه الأوطان الأوروبية بدل أن تكون داعية تذهب إلى هذه البلدان وتضعف لديها العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا وحذو القذة بالقذة ولو دخلوا في جحر الرب لدخلتم وراءهم. أنت يعني لدينا شباب وللأسف وضحت الفكرة. شكرا جزيلا، أوضحت الفكرة سيد خلف الرحبي من السعودية، أعجبت بكلام سيد خلف. لا يعني أفهم، أنا أفهم يعني كأنه متأثر جدا، وأنا أفهم ذلك لأنه هذا الآن ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه هناك عدم تطبيق المطلوب من الشريعة الإسلامية، من يعني الشريعة الإسلامية نحن نخالف كثير من الأشياء، ولكن مع ذلك نفهم أنه هناك أولويات. وأنا في الغرب الآن فاقدين، يعني لما أقصد فاقدين هوية يعني معنى أنه هو ليس له هوية ولا له أي ربط بالإسلام، فقط اسم ممكن أنا كان جدي أو كان كذا مسلما لكن نحن كيف نعود؟ فهناك عدة أبواب، في أبواب عبر يعني أبواب اجتماعية، في أبواب سياسية، في أبواب اقتصادية، لابد أن نستخدم كل هذه الأبواب لإبراز هذا يعني هذا الدين العظيم، وليس فقط يعني طبعا هذه الأبواب تساعدنا إلى فهم الأقليم. طيب الأبواب تعودنا إلى مسألة الكيانات وعلاقتها ببعض في أوروبا وعلاقتها بالعالم العربي والإسلامي، لأي مدى يمثل العالم العربي والإسلامي دعم لهذه الكيانات؟ هل يستفيد منها؟ أنا أعتقد أن الأسف الشديد، ولو الآن يعني نصبح نقول أسف الشديد عدة مرات، لكن هذا الواقع الأسف الشديد، لا يوجد هناك دعم قوي مربوط مع بعض، منسق مع بعض، وهناك استراتيجية واضحة للعمل في الغرب، هذا لا يوجد للأسف الشديد، ليس موجود. الآن أنت ذكرت شيء مع الجالية اليهودية في الغرب، هم يعملون مع الغرب ويعملون لإسرائيل ويعملون مع بعض ويفكرون، وغيرهم حتى، والغرب يعمل لكل العالم استراتيجيات. وأنا أجيب مثل فقط لسويسرا، سويسرا الآن تهتم بمصر يعني تأخذ من النخبة، يعني الشباب الذين يدرسون في الدرجة العليا يأخذونها إلى سويسرا ويأهلونهم إلى دراسات عليا ويسهلونهم ويدفعونهم رواتب حتى هناك، حتى ينقلون الأفكار الغربية والفهم الغربي إلى مصر في المستقبل. ولماذا نحن هنا نفكر مثل هذا التفكير؟ ما الذي سنستفيده لو تواصل العالم العربي والإسلامي مع الجاليات الإسلامية في الغرب؟ طبعا منطقة الغرب تؤثر على العالم كله. يعني الآن أنا أراها يعني ما الذي تستفيدونه، لأن المشاكل في الشرق الأوسط أكبر يعني. أي لكن مع ذلك الغرب يخطط لهذا المشاكل في الشرق الأوسط، فإذا استطعنا أن نؤثر في المجتمع الأوروبي يمكن ذلك؟ أنا أظن أنه يمكن ذلك إذا كان هناك وراءنا دول تساعد وتعمل معنا في يعني استراتيجيات واضحة نطبقها في الغرب. أنا أمكن جدا أن نستطيع أن نغير أشياء كثيرة في الغرب. نعم، ماذا بشأن علاقة الكيانات الإسلامية ببعضها البعض في أوروبا والغرب، خاصة في ظل ما قيل من أحد المتصلين عن اختلاف المذاهب والطوائف؟ أنا أعتقد أولا أن اختلاف هل ما يحدث في الشرق الأوسط الآن من اختلافات وربما حروب واشتباكات كلامية وجدلية يؤثر على الغرب؟ للأسف الشديد أنا أعتقد أنه نحن في عصر متقدم وحضاري، لا نحتاج إلى حروب لحلول مشكلة دينية أو طائفية. هذا الشيء، إن كانت المشكلة هذه سياسية هذا شيء ثاني، لأنه قد يلبس المشكلة السياسية وينادي إلى طائفة، يعني هذا واضح. أنا أظن في أوروبا أولويات، نحن في أوروبا عندنا يعني ضعف، جالية مسلمة ضعيفة، لا توجد مدارس كما قالت مدارس حتى تؤهل جيل ثاني قوي يعني يمارس حقوق للمسلمين.
هذا لا يوجد شيء. طيب لا توجد مدارس، أعتقد هذا دور هذه الكيانات والجاليات طبعًا الإسلامية طبعًا يعني. وأيضا دور المساعدة الخارجية، لأن الذي يوقع في مستنقع يعني لا يستطيع يخرج نفسه، هذا بصعوبة فقط، لأن مثل ما قلت يعني أوروبا لها دور مهم، وإذا ربينا هناك أناس يعني ينتخبون بالأخير في المستقبل إلى النخبة ويأثرون فعلا وهم إسلام يعني من أصحاب الدين، فيكون هناك شيء إيجابي. طيب سؤال يعني قبل أخير يتعلق، بالرغم من كل ما تقوله، بالرغم من الإسلاموفوبيا، من الرغم من معاناة المسلمين والتمييز ضدهم، إلا أن الإسلام ينتشر بشكل سريع في أوروبا والغرب، هل لديك يعني تعليق على ذلك أو من خلال بعض النسب أو الإحصائيات ولو تقريبية؟ طبعا الآن نحن نقول أنه فعلا يعني هناك بعض الدول في أوروبا نسمع عن أرقام لماذا؟ يعني عجيبة، أن أظن هناك نقص يعني الآن الفكرة الأوروبية والقيم الأوروبية واللادينية هذه يعني قد تتعب منها النفوس ضد النفس البشرية، يعني ضد النفس البشرية. لكن هناك أيضا شيء، المشكلة أنه حتى الآن طبعا ما يدخل إلى الدين إلا الضعيف من المجتمع، ولهذا السبب أقول نحن لابد أن نركز استراتيجيا على هذه المنطقة الأوروبية حتى يدخل من جميع الطبقات الاجتماعية أناس إلى هذا الدين. هل هناك نسب؟ أنا أظن قليل يعني من الطبقة العليا. يقولون عام 2050 سيكون نصف المجتمع الأوروبي من أنا المسلمين. أعتقد هذا ممكن يكون، لأن المسلمين صحيح يعني عندهم يعني أولاد كثير صحيح، لكن هناك مبالغة في الأرقام، وهي هذا إعلان مستخدم من قبل الأحزاب ضد الإسلام لتخويف الناس من المستقبل. هذا صحيح. سؤال الأخير يتعلق بالتغيرات التي تحدث الآن في العالم العربي، الربيع العربي، وثورات أنتجت حكومات إسلامية تتولى السلطة، أي نعم ليست بأريحية كاملة وفي وسط بعض الملخصات، ولكن ماذا تأملون من نتاج الربيع العربي كتأثير عليكم؟ أولا نحن فرحنا صراحة حقيقة أن هناك ما يسمى الربيع العربي، وأن الشعوب الآن تبدأ أن تفهم ووعية أنها لابد أن تغير نفسها أو أن تغير يعني الأمور التي كانت فيها، وهذا شيء جميل، ونتأمل يعني نتمنى أن يكون هذا إلى الاتجاه السليم وإلى التقدم إلى الأمام. وأيضا نتمنى من الدول العربية والدول الإسلامية عامة أن يكون هناك يعني التركيز على وحدة الصفوف أمام الغرب، وحدة الصفوف أمام الغرب، وأن يكون هناك دعم قوي ومركز على المسلمين خارج الدول الإسلامية، وإن كان هناك الآن مشكلة بينهم بين، لكن هذا طبعا في المستقبل بإذن الله. شكرا جزيلا لك عبد الله نيكولاس، عضو رابطة علماء المسلمين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، نشكرك على هذا اللقاء لك. ونشكر السادة المشاهدين على التواصل معنا في هذا اللقاء من خلال الاتصالات الهاتفية، ونشكركم كذلك على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله.